الله معك. كل شاب عنده حلم انه يتجوز، كل صبية عندها حلم انها تتجوز، بتقول لحالك مين بدي اتجوز وكيف اختار. لما بدك تتزوج اختار صفات الشخصية، لما بدك تتجوزي اختاري صفات الشخصية. أهم سؤال قبل الزواج، ليه بدي اتزوج؟ كرمال سعادتي، كرمال استقرار والحب والجنس، وهيدي سنة الحياة. إذا تزوجت لهيدي الأسباب أكيد رح تفشل. إذا الزواج لتحقيق رغبات، إذا الزواج كرمال سعادتك أكيد رح تفشل، لأنك عم تستعمل الشريك لتحقيق رغبات، وهيدا نوع من الأنانية وتأليه الذات.